حبايبي الحلوين في جريد 5، اهلا بيكم مع درس جديد من دروسنا. درس النهارده لسن 8، هنتعلم فيه ازاي نعمل divide a whole number by a 3 digit number without remainder. هنتعلم فيه ازاي نعمل divide، وبعد ما نعمل divide ما يبقاش فيه remainder. يلا بينا نبدا. تعالوا نفتكر حاجات كده مع بعض صغيره. لو انا كنت قلت 27 divide 4 equal 6 and the remainder equal 3، فاحنا بنقول 27 ده اسمه ايه؟ dividend. ال first number اسمه ايه؟ dividend. the second number اللي بنعمل عليه divide اسمه ايه؟ divisor. اسمه ايه؟ divisor. and the answer is called the quotient. ال answer is called ايه؟ the quotient. واللي تفضل باقي اسمه remainder. يبقى تاني مع بعض، ال first number is called dividend، the second number divisor، the quotient and the remainder. When we make divide بنعمل علامة الديفايد صح. الديفيدنت بيتكتب هنا، يبقى ده مكان مين؟ ده مكان الديفيدنت. وده مكان مين؟ ده مكان الديفايزر. وده مكان الكوشنت، وتحت مكان الريميندر. صعبة دي؟ يبقى الديفيدنت، الديفايزر، الكوشنت، الريميندر. لو أنا عايز أعمل تشيك في مسألة الديفايد بنعمل إيه؟ بنعمل الكوشنت تايمز الديفايزر، والأنسر اللي يطلع بلس الريميندر. يبقى to make a check we make what the quotient times the divisor plus remainder. يلا بينا نبدأ درسنا. يلا بينا نحل أول سؤال في درسنا النهاردة. divide these numbers. تعالوا نقرأ everything numbers بوتكم عشان أعرف أقرأ. هنقرأ زي النمبر ده 19,912 divide 152. هنتعلم إزاي نعمل divide على 3، على نمبر فيه 3 ديجيت، على نمبر فيه 3 ديجيت. أول حاجة قلنا اسمه الديفيدنت بيتكتب هنا، وده اسمه الديفايزر بيتكتب هنا، والكوشنت هيبقى فوق، ولو فيه ريميندر يبقى تحت. تعالوا نستعلم الستبس. إيه هي الستبس بتاعت اللونج ديفيجن؟ أول حاجة همسك ال 152 وأعملها تايمز الزيرو. ممكن ما أعملهاش، أبدأ من أول هنا، هقول 152 تايمز 1، 152 تايمز 2 and so on. طب تعالوا نبدأ نشوف هنعمل ايه. اول حاجة ببدأ السؤال بعد ما اكتبه، بحط ايدي على النمبر ده، بحط ايدي على اول نمبر يقابلني اكبر من 152. ال1 لسه اصغر من 152، 19 لسه اصغر من 152، 199 اكبر من 152. يبقى انا اول ستيب بعمل ايه؟ بفضل احط ايدي على اول نمبر يقابلني more than 152، وأعمل ستوب أول ما الاقيه وهو 199. بعد كده هسمع تيبل 152 لحد ما أوصل لأول نمبر يقابلني قريب من النمبر ده. يلا بينا. 1 times 2 2، 1 times 5 5، 1 times 1 1، وبعدين 2 times 2 equal 4، 2 times 5 equal 10، 0 and carry up 1، 2 times 1 2 plus 1 ال 3. قربنا. خلاص هو ده النمبر، انا لقيته. طيب ليه ميس كملتي ما وقفتيش على طول؟ انا لازم اجيب نمبر بعده عشان اتاكد ان هو ده اقرب نمبر. يبقى مين اقرب نمبر لل 199؟ مفيش غير النمبر ده. يبقى هنكتب ال 1 فوق. بنكتب ال 1 فين؟ فوق، ونكتب هنا 152، وبعدين نعمل لهم ايه؟ بنعمل ماينس. 9 minus 2 equal 7، 9 minus 5 equal 4، 1 minus 1 equal 0. بعد الماينس بنعمل bring down ل 1 digit، بننزل 1 digit، بننزل 1 digit، هننزل مين؟ هننزل ال 1. كده بقى عندي number جديد اللي هو 100 471. يبقى أنا هكمل التيبل لحد ما الاقي number قريب منه. يلا 3 times 2 equal 6، 3 times 5 15 and carry 1، وبعدين 3 times 5 قلنا 15 5 وcarry ايه 1. 3 times 1 3 plus 1 4. قربنا من النمبر، بس عشان نتأكد ان هو ده اقرب نمبر بنجيب اللي بعده. 152 times 4، 4 times 2 8، 4 times 5 20، 0 and carry 2، 1 times 4 4، 4 plus 2 6. يبقى كده مين النيرست نمبر؟ هو النمبر ده. هنكتبه تحتيه، وبنكتب مين فوق؟ نكتب ال 3 فوق، ونكتب ال 3 مين فوق. هنعمل ايه دلوقتي؟ ماينس. بعد الماينس بننزل نمبر.
1 minus 6 doesn't work. دي تبقى 10 ودي 6. 10 minus 6 equal 4. 6 minus 5 equal 1. Bring down mean. هنعمل bring down let 2. تعالوا نشوف أول number يقابلنا. يلا بينا نبدأ مع أول سؤال divide في الفيديو بتاعنا النهاردة. أول حاجة في long division بعمل إيه؟ همسك أول step بعملها، بحط إيدي على أول number يقابلني أكبر من 152. ال1 لسه أصغر من ال152، 19 لسه أصغر، 192. يبقى 192 هو أول number يقابلني أكبر من 152. طيب أنا هسمع التيبل لحد ما أوصل لرقم قريب من مين؟ من 199. هنبدأ الأول من هنا، بلاش نبدأ ده مش مشكلة. هنقول 152 times 1، ال 1 times 2 equal 2، 1 times 5 equal 5، 1 times 1 equal ال 1. بعدين 152 times 2، 2 times 2 4، 2 times 5 10 0 carry up 1. 1 times 2, 2 plus 1, 3. كده النمبر ده between 152 and 304. يبقى ناخد الأصغر اللي هي مين؟ هنحط فوق ال 1 ونكتب تحت ال 152 ونعمل minus. 9 minus 2 equal 7. 9 minus 5 equal 4. Bring down one digit اللي هو ال 1. هنكمل التابل لحد ما نوصل لنمبر قريب من ده. نكمل 152 times 3. 3 times 2 equals 6, 3 times 5 equals 15, carry 1, 1 times 3, 3 plus 1, 4. ده أقرب حاجة بس لازم نكمل نتأكد. نعمل 152 times كام؟ times 4. 4 times 2, 8, 4 times 5, 20, 0, carry 2, 4 times 1, 4 plus 2, 6. هنا number 471 between these two numbers. So I will take up 3 and put here 456. And they make minus. 1 minus 10 doesn't work. 1 become 11. 7 become 6. 11 minus 6 equal 5. 6 minus 5 equal 1. 4 minus 4, 0. Bring down mean. هنعمل bring down وننزل it 2. This number will be 152. ندور عليه في التابل لقيناه اهو. يبقى نكتب فوق ال1 ونكتب هنا 152 ونعمل minus. مفيش remainder، يبقى remainder 0. يبقى the result equal 131 and called the. يلا بينا نحل السؤال ده. أول حاجة هنكتب الديفيدنت هنا، الديفيدنت هنا 1 2 5 5 2، وهنا الديفايزر اللي هو 523. قلنا أول حاجة بنعملها بنحط إيدينا على أول number يقابلنا أكبر من 523. ال 1 صغير، 12 لسه، 125 أصغر، يبقى 1255. يبقى أنا هسمع table 523 لحد ما أوصل لنمبر قريب من ده. نبدأ ب 523 times ال 1. 1 times 3 3. 1 times 2 2. 1 times 5 5. 523 times 2 equal what? 2 times 3 equal 6. 2 times 2 equal 4. 2 times 5 equal ال 10. خلاص ده قريب، بس عشان نتأكد ان هو اقرب حاجة لازم نشوف اللي بعد. 523 times 3. 3 times 3 equal 9. 3 times 2 equal 6. 3 times 5 equal 15. النمبر ده اكبر منه، يبقى هو ده الاقرب لان هو ما بينهم. يبقى نكتب 4 2 ونكتب تحت 1046. هنعمل ايه؟ هنعمل minus. 5 minus 6 doesn't work. تبقى 15 ودي تبقى كام؟ 4. 15 minus 6 equal 9. 4 minus 4 0. 2 minus 0 equal 2 and 1 minus 1 0. Bring بعد الماينس بنعمل ايه؟ بنعمل bring down ال 1 digit. هنعمل search على النمبر الجديد. يبقى احنا هنكمل 523 times 4. 4 times 3 equal 12. 2 carry 1. 4 times 2 8 plus 1 in 9. يلا بينا نحل. بندور على أقرب نمبر للنمبر ده، لقيناه أهو هو نفسه موجود. يبقى نكتب فوق الفور وهو ينزل تحت النمبر ده ونعمل إيه؟ minus. يبقى الانسر equal what؟ equal 24.
يلا بينا نجرب نحل مع بعض سؤال كمان. تعال نحل السؤال ده. 3978 divide 234. أول حاجة متفقين بنعملها، هحط إيدي على أول نمبر يقابلني أكبر من 234 اللي هو 397. تمام كده، هو ده النمبر، يبقى أنا هحاول أوصل للنمبر ده. تعالوا نسمع تيبل. 234 الأول تايمز ال 1، 1 تايمز 4 4، 1 تايمز 3 3، 1 تايمز 2 2، 234 تايمز 2، 2 تايمز 4 equal 8، 2 تايمز 3 equal 6، 2 تايمز 2 equal 4. النمبر ده أكبر من اللي عندنا، يبقى إحنا النمبر بتاعنا في النص ما بينهم، يبقى ناخد الأصغر. يبقى فوق بنكتب ال 1 وتحت نكتب ال 234 ونعمل minus. 7 minus 4 equal 3، 9 minus 3 equal 6، 3 minus 2 equal 1. بعد الماينس بنعمل ايه؟ bring down 1 digit. يلا بينا نكمل التايمز لحد ما نوصل لنمبر قريب منه. 3 times 4 equal 12، 2 carry 1، 3 times 3 9، 9 plus 1 10 وcarry 1، 3 times 2 6 plus 1 7. هنقول 234 times 4، 4 times 4 16. تمام، يلا بينا نكمل. هنقول 6 times 4 times 4 16 وcarry 1، 4 times 3 12 plus 1 13 وcarry ال 1، 4 times 2 8 1 9. يلا نكمل. 234 times ال 5، 5 times 4 equal 20، 0 and carry 2، 5 times 3 15 plus 2 17، 7 وcarry up 1، 2 times 5 10، 10 plus 1 11. قربنا بس ما خلصناش. تعالوا نكمل هنا. هنعمل 234 times 6، 6 times 4 24، 4 will carry 2، 6 times 3 18، 18 plus 2 20، 0 carry 2، 6 times 2 12 و 2 14. قربنا. 234 times 7، 7 times 4 28، 8 will carry 2، 7 times 3 21 plus 2 23، 3 and carry 2، 7 times 2 14، 14 plus 2 16. لقينا هو ده النمبر، يبقى فوق هنكتب 7 وهنا 1638 and then make to them what minus. وبكده يكون الدرس بتاعنا النهارده خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بس معلومه قبل ما نقفل الستوري بروبلم، الديفايد بيبقى لما يقول لي find the price of each او the price of one، طالما بسأل عن حاجه واحده يبقى الستوري بروبلم دي ايه؟ ديفايد. باي.